شكرا جزيلا لك زميلي خالد ياسين، والشكر موصول أيضا للضيفين العزيزين وكل المشاهدين المحترمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا، اهلا وسهلا، سعيد بخدمتكم الليله مع اول خرجه للمنتخب الوطني الجزائري بطل افريقيا منذ بالضبط 118 يوما. المنتخب الجزائري الذي يبدا رحله الدفاع عن تاجه من هنا من ملعب مصطفى تشاكر، واحد من الملاعب التي اسعد الله مساكم مجددا مشاهدي الافاضل اينما كنتم. الى مصطفى تشاكير، اول خرجه لابطال افريقيا المنتخب الجزائري امام منتخب زامبيا في هذه المجموعه الثامنه المتكونه من كل من الجزائر وزامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي. نذكر بان المنتخب الجزائري سيخوض مباراته الثانيه امام بوتسوانا الاثنين المقبل، حيث سيطير مباشره غدا الى بوتسوانا لتحضير المباراه الثانية. بالتشكيلة الأساسية كما لاحظتم التي تعودت عليها الجماهير وتعود عليها جمال بلماضي وتعود على بعضهم البعض أيضا اللاعبين لصالح عناصر المنتخب الجزائري مع البداية الحذرة. المهم أن الكرة عندنا، الرياض محرز بينية يبحث عن طبعا هو أصله وفصله بدايته، أول كرة في اتجاه في الخلف عن طريق المدافع سونزي ورياض محرز كاد يخطف هذه الكرة، ثم التغطية الدفاعية تروح أنك تبقي بيليا في كرسي الاحتياط، خطأ فادح والحكم صفر. بيدي حق الكرة رامي كرته لم تمر وتروح مباشرة في التماس، توقفت على الاقل في هذه الاثناء. بغداد بونجاح استلم الكره، دخل بغداد يبحث من هنالك عن رياض، كرته لم تمر، بغداد يلعب كانغوا والكره البينيه، البحث عن الزميل مولينجا ولكنها بعيده تماما، راحت البحث عن الزميل مولينجا ولكنها بعيده تماما، راحت ضربه مرمى. ساقط ونهض يلعب مباراته رقم 27، كيف لا يسقط ويصطدم به جدار من 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 نوع شونغو في تنفيذ التماس. التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق يوسف عطال تروح في الوسط لعديان قدروي، محتفظ بالكرة، صعب تنزع منه الكرة، وصلت لرامي بن سبيني على الجهة اليسرى، يلعبها ليوسف بليلي، لا يوسف ولا رياض مسك، في خطأ من رامي بن سبيني، نعم يصفر حكم المباراة لصالح اللاعب شونغا. إلى من إسماعيل بن ناصر يوصلها لرامي بن سبيني، طبعا بغداد، رامي بن سبيني وبغداد ورجع وبغداد وظهر الخط في رمشة عين واستلمها بتسديدة هنا بغداد وصل من هنالك رامي بن سبيني في التغطية، يخرجها في التماس للمنتخب الزامبي ولصالح رياض. انطلق على الجهة اليمنى، رياض محرز عنده الكرة، رياض يواصل، رياض يلعب بينية والدفاع يتدخل، تسترجع في وسط الميدان عن طريق رياض، وصلته رياض، رياض ويوسف، رجعته يوسف، يوصل بغداد، يوسف شوف الإعادة هنا، رياض ليوسف بليلي، كان بغداد في القائم الثاني، كان المرور راحت في التماس للمنتخب الجزائري. في الدوريات الكرة توصل لجمال بالعمري، يلعبها مع رامي بن سبعيني، جاك يوسف بليلي ترجع له الجهة اليمنى، ولا انتهى يوسف، يوسف دخل، يوسف مازال، يوسف مازال، يوسف المراوغة مضطر يرجع للخلف في التماس من الوسط، رياض ممتاز الكرة هذه من رياض، يوسف البليلي انطلق على الجهة، تغطية دفاعية رائعة من سونزو مدافع نادي ماتس، انفرد من هنالك يوسف البليلي على الجهة اليمنى في المراوغة، يوسف هايل يدخل، يوسف عطال يوزع، يوسف عطال والكرة في الركنية، مراوغة رائعة من عطال والتغطية الدفاعية كانت رائعة كذلك من موبي في الركن. هل يلعبها أرضية رياض؟ رياض يلعبها عليا بين احضان الحارس، الكرة يرجع ليوسف، تفاهم كبير بين يوسف بليلي وبغداد بو نجاح، تفاهم وتواضع كفعوا شونغو، الكرة البعيدة مرة ثانية وجمال بالعمري في التغطية،
يوسف بلايلي رامي بن سبعيني، يوسف بلايلي رامي بن سبعيني، البحث عن بغداد، التوزيعة خطيرة وبشرة ضربة مرمى بعد 20 دقيقة لعب، ما زال التعادل 0-0. على مختلف الوضعيات التي يواجهونها في المباريات. جمال بالعمري مع عدلان قديورة، إذا يا جمال ضيعتها، لا يوسف بلايلي ولا رامي بن سبعيني يسترجع الكرة هذه، الحكم خلى اللعب. رامي بن سبعيني خطير في الكرات العالية مع جمال. شاهدتك يا رامي بن سبعيني يفعلها ويسجل الجول. رامي بن سبعيني يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 44 من عمر المباراة. جاء الفرج من كرة ثابتة ومن رامي بن سبعيني يسجل ثالث أهداف. شاما يلعب بينية، تغطية من جمال، حذاري من التسديدة رائعة هائلة من فيري، هذه الكرة مرت سلامات على رئيس وهاب مبولحي، تقريبا أول كرة صعبة للمنتخب. يوسف عطال معاه، رياض يبحث عن المراوغة، يوسف عطال معاه يحاول يمر والحكم يصفر له خطأ. أي يا رياض استفزيتهم، يا رياض استفزيتهم يا رياض، بعدين أمامك ثلاثة، أمامك ثلاثة. رياض محرز يستعد لتنفيذ هذه المخالفة، رياض ضربها في اتجاه المرمى ولكن أغلق الزاوية انصابتها وتمكن من صدها ويلعبها بسرعة من هنالك على الجهة اليمنى، والتغطية من فيري يلعبها مباشرة لكانغوا، إلى كانغوا وخطأ من يوسف بلايلي هنا. شونغو ضربت في الجدار ثم من هنالك جميل جدا، ركنية تنفذ في القائمة الأولى، التغطية الدفاعية من عيسى، يا رئيس يا رئيس يا رئيس عيسى في التغطية، من هنالك الكرة من رامية في هذه اللحظات من عمري المباراة، وفي خطأ في خطأ يصفر الحكم. يلعب على الجهة اليمنى في اتجاه قلب هجوم شونغا، شونغا في حين شفنا عندي دولوري هدئ في نفسه لاعب نادي مونبولي. رياض في وسط الميدان يستفيد من في رياض، يوسف يلعب مع يوسف عطال، يوسف عطال ثم عدلان قديورة رجع للخلف، تدخلاتهم قوية وخشنة، لذلك طلبت منكم تجنب الاحتكاك مع اللاعبين الزامبيين في تدخلاتهم القوية. هنا الشونغا كرة من رياض محرز يرفعها بالرأس لجمال بالعمري، يلحقها كونغو، يلحقها كونغو، يوزع كرة خطيرة رئيس الرأسية من موبي موسوندا الذي دخل منذ حين، كانت سهلة هذه الكرة وهذه الرأسية في اتجاهها. انظر الكرة، يوسف يدخل، يوسف راح، يوسف مازال، يوسف ضربة جزاء، يوسف بلايلي وضربة جزاء يعلنها حكم المباراة السيد باملاك تيسيما. هكذا هو الاستفزاز وإلا فلا يا يوسف، من كرة واحدة من لعبة 26 سنة في عمره، بغداد بونجا ثاني أهداف المباراة من بغداد بونجاح، ورقص على الطريقة الجزائرية بين بغداد ويوسف بلايلي، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة، يحقق المهمة المنتخب الجزائري. يوسف بلايلي يطلبها بغداد، يوسف بغداد، يوسف با 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 بلايلي يا يوسف في منتهى الروعة، جول استلمها تريث راوغ فسدد سجل وفرحها.